السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تحط بعض الحاجات التوضيحية، فممكن اجي هنا على فيجوال جرافيكس واقول له مثلا انا عايز احط ليبل مثلا بالشكل دوت، وتقدر تلف الشكل زي ما انت عايز، وتقدر تحط هنا الهيدر تكست والبادي تكست بحيث ان المكان يبقى معروف ايه هو الجزء دوت. مثلا هيدر تكست هتبدأ تكتب هنا مثلا بيم اريبيا، والهيدر تكست فونت فاميلي نوع الخط والسايز بتاعه، وعايزه في الليفت ولا في السنتر، والبادي تكست فونت فاميلي. هنا البادي تكست تقدر تكتب بقى اللي انت عايزه، وتقدر تغير بقى الالوان. انت كلر هنا تقدر تغير اي لون انت عايزه. الليبل سايز، الليبل كولر، الليبل اوفست تحركه لو انت عايز بالشكل دوت وهكذا. في اي لحظة تقدر تخفيه او تظهره زي ما انت عايز. ده لو انت عايز تعمل له روتيت. الشكل ده هو تغير السكيل بتاعه، فدي يعني حاجات توضيحية.